So, Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته which is before we stand up to the witr I would like as the Prophet ﷺ he said لا يشكر الله من لا يشكر الناس the one who does not thank the people who will not thank Allah subhanahu wa ta'ala I would like to thank everybody for the very good response yesterday for mashallah participating with your money to support this masjid, but still the target is a way ahead, inshallah, and I'm sure with this rate of, mashallah, donation of the brothers, we will hit the target very soon, and maybe he will top the target, bi-idhanillah. So we'd like you, inshallah, tonight as well. There's buckets outside. Keep sadaqah as much as you can. Don't forget if you're going to give zakah, not zakat al-fitr, the normal zakah, put in an envelope, put the zakah on it, inshallah, because the zakah has to go to the 8 categories in money, not anything else. So jazakumullah khairan, don't be hesitating regarding giving the money in this month. Wa barakallahu fikum.